اهلا بكم في مقطع جديد من لعبة ديستني 2. اليوم جايب لكم كيف تقدروا تجيبوا الامبلم حق الايفنت الكريمزن داي. طبعا هو ريورد مجانا. هذا الامبلم حيجي شكله زي ما تشايفين. بس ايش المتطلبات؟ المتطلبات انك تجيب الاثنين سبارو دي فقط. طبعا انت كيف بتجيبها؟ تجي بتشتريها من عند شاك بالقلوب هذه اللي تخلصها من الباونتيات لما تخلص معك. بعد ما تشتري الاثنين سبارو ما حتطلع لك اوتوماتيك، حتروح الموقع حق بنجي اللي هو bungie.net وتضغط على اسمك وتدخل على ريوردز، ومن ريوردز حتلاقي الامبلم وحتعمل له كليم ريوردز. بعد كده يقول لك في كود تديه لصاحبك، ما هي مشكله انت اسوي كليم للكود وتروح تجي في الكولكشن تجي هنا في الكولكشن، بعدين بتروح على ايفنت حتلاقي الامبلم موجود معك. هذا هو بكل بساطه مقطع بسيط كده، اتمنى انه يكون يفيدكم. تمنياتي لكم بيوم سعيد ونشوفكم في مقطع جديد بإذن الله. مع السلامة.